well dr. samia i want to thank you so much for being with us i know your time is limited here so i just want to just ask you right off the top what is the medical situation there what is the electricity situation food uh, water and <laughs> وخصوصا في مجمع الشفاء الطبي ومنطقة غزة والشمال يعني أوضاع كارثية لم نعدها من قبل صراحة بكل شيء هناك فقدان للطعام فقدان للمياه فقدان للكهرباء فقدان للأدوية مستقلها الطبية ويعني احنا كطواقم طبية الآن أصبحنا عاجزين عن تقديم الخدمات لبعض الجرحى وهذا بسبب لنا الم شديد صراحه لانه احنا بنشوف الجريح امام عيوننا وكان بالامكان انقاذه لكن لا نستطيع بسبب قله الامكانيات بسبب عدم وجود غرف عمليات كفايه بسبب نفاذ الغرف الاي سي وعنايه مركزه وضع ماساوي بكل معنى الكلمه المستشفيات عندنا يعني انا مستشفى الشفاء كانت السعه السريريه لقسم الجراحه 250 سرير الآن لدي تسعمائة سرير معظمهم على الأرض معظمهم بين الأسرة معظمهم في ظروف صعبة جدا كان لدينا سبعة عشر سرير عناية مركزة الآن خمسين وكلها كلها يعني مشغولة وضع سيء جدا طبعا الطواقم الطبية إلى خمسة وثلاثين يوم ما روحت عبيوتها في وضع نفسي صعب جدا يعني هي قلقانة جدا على أهلها اللي خارج المستشفى ومن الطواقم الطبية من يستقبل يعني ابنه أو بنته أو زوجته أو أمه أو أبوه شهيدة أو جريحة وهذا بسبب ألم نفسي كبير للطواقم الطبية واليوم في عنا استشهد اثنين من أطباء الطوارئ الدكتور عبد الله البدري والدكتور هاشم البدري هم أخوة من احسن الاطباء يعني كانوا يتعاملوا مع المرضى بانسانيه كبيره اليوم فقدناهم لانهم غادروا المستشفى فقط للاطمئنان على والديهم الكبيران في السن يعني وضع يعني صعب جدا جدا في كل ما تحويل كلمه من صعوبه لا نتحدث عن الكهرباء خلال 36 ساعه يعني على اكبر حد سينفذ عندنا الوقود وستكون المستشفيات عباره عن مقبره جماعيه للمرضى لانه كما بتعرف حضرتك وبعرف العالم كله انه اقسام العنايه المركزه لا يمكن ان تعمل بدون كهرباء اقسام الحضانه نيونيتال اي لا يمكن ان تعمل بدون حضانه بدون كهرباء اقسام العمليات لا يمكن ان تعمل بدون كهرباء اقسام غسيل الكلى توليد الاكسجين اقسام الطوارئ كل هؤلاء المرضى سيكونوا أمام يعني عيوننا يموت واحد تلو الآخر ولا نستطيع تقديم الخدمة لهم والعالم يتفرج علينا ولا يحرك ساكنا ناهيك عن حوالي ستين ألف نازح الآن في مستشفى الشفاء يعني يفترشون الأرض ويلتحقون السماء بدون مياه بدون كهرباء بدون أكل خمسة أيام وغزة محرومة من الخبز من يستطيع الحصول على شربة ماء هذا له حظ عظيم وكبير الأطفال وأنا بصفة الطبيب واستشاري أطفال رأيت أطفال يعني عندهم جفاف شديد وكانوا يحتاجوا إلى محليل في الوريد ومحلول إشباع ومنهم من توفي ونحن لا نستطيع يعني إرساله إلى مستشفى النصر للأطفال لأن مستشفى النصر للأطفال أصبح الآن يعني مغلقا وأصبح منطقة عسكرية منطقة عمليات

في الصدر عندهم دياري عندهم يعني اسهال عندهم قيء عندهم امراض جلديه عندهم في سخونه انا يعني قبل قليل قبل هذا اللقاء معكم كنت اتجول في المستشفى صدفه وجدت اربع اطفال يعانون من الحراره عندهم فيفر الاربعه وعندهم قيء وانا يعني هذا صدفه يعني وجدتهم في خيمه جالسين في المستشفى فطبعا انتشار الاوبئه في ظل هذه الظروف عدم وجود مياه، عدم وجود وسائل التنظيف، عدم وجود الصابون، عدم اكيد ستنتقل الاوبئه. والمستشفيات كما تعرف حضرتك ان هي اصلا بيئه خصبه للبكتيريا والاوبئه والعدوى وهذا ما نتخوف منه، وايضا هناك خوف على الجرحى ايضا. يعني الجرحى اصبحت عندهم الجروح تلتهب الان ونقوم باخذ مزرعه كلشرز من من الجرح فبيطلع ريزيستنت لكل الأنتيبيوتيك الموجودة مش فيش يعني وهذه مشكلة هذه مشكلة كبيرة انه ممكن المريض بعد ما نعمل له عملية او الجريح يتوفى من السبس من 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 من, من التهابات وليس من العملية نفسها فطبعا هم تخوفين جدا من الاوبئة وهذا ممكن تكون يعني انا دائما بحكي اذا انتشر وباء في قطاع غزة لن يكون واحد في قطاع غزة كما بتعرف ان الاوبئة يعني لا يعني لا تنتظر الحدود ولا السدود تنتشر في كل العالم كما كان في كورونا فهي بتهدد الاقليم وبتهدد العالم كله وهذا ما نخشاه وما حذرنا منه العالم Well doctor i wanted to just ask you to address directly one of the main allegations about your hospital shifa hospital by the israeli forces and that is you are over top of or part of a base for hamas يعني هذا محض افتراء انا بدي اعطي نبذه عن مجمع الشفاء الطبي مجمع الشفاء الطبي ومستشفى الشفاء هو اكبر مستشفى في الضفه الغربيه وقطاع غزه يعني في السلطه الوطنيه الفلسطينيه هو اكبر مستشفى به جميع التخصصات الطبيه به اكبر قسم حضانه قدس نونية الاي سي به اكبر قسم لغسيل الكلى به كل التخصصات التي ياتي اليها من كل انحاء قطاع غزه طبعا الوفود الاجنبيه عندما كانت تاتي الينا من كل دول العالم تاتي الى مجمع الشفاء الطبي حتى في الحرب الاخيره الان يعني عندما زارنا مؤسسه الصليب الاحمر الدولي ومنظمه الصحه العالميه والاوتشا والاونروا كلهم اتوا الى مجمع الشفاء الطبي لا اعتقد انها لو كانت قاعده عسكريه مثل هذه الوفود ممكن ان تاتي الى المستشفى والان حتى الوفود الاجنبيه والعربيه التي تنتظر الان في جمهوريه مصر العربيه جميعها ستاتي الى مستشفى الشفاء فانا لا اعتقد انه هذول الناس بيضحوا بحالهم هم على قاعده عسكريه لحماس هذا كلام مرفوض تماما ناهيك غير هيك انا طلبت اكثر من مؤتمر صحفي انه تيجي يعني من اي منظمه دوليه او اي منظمه حقوقيه من الامم المتحده او من الصليب الاحمر الدولي او من اي جهه يحددها الاحتلال وتنظر الى كل مستشفى كل اروقته وكان كان من تحت ومن فوق ومن كل الغرف تفتح كل الغرف اذا كان اي هناك قاعده لحماس فليفعل ما يشاء الاحتلال لكن هذه منظمة من هذه مستشفى مدني يقوم بخدمه الجرحى والناس حتى الناس لما يجي عنده ستين الف نازح you know doctor you already spoke to this to some degree but i was hoping you could speak more to the the mental state the strain that's put on health workers how they're reacting in these circumstances and as you mentioned of course receiving you know even their own friends and family as potential patients صحيح يعني هذه صراحه من المشاكل اللي يعني بتاثر على نفسيه كل العاملين في الصحي لكن ليس امامنا خيار الا ان نعمل مع المرضى ومع الجرحى ما فيش قدامنا اي خيار ثاني لكن فعلا نحن بشر احنا عندنا احاسيسنا وعندنا يعني ايه اطفالنا وعندنا نسائنا وعندنا امهاتنا وعندنا ابائنا وبشر نحس كما العالم كله يعني كما بقيه البشر يعني انا قبل يعني بالامس يعني عندنا طبيب عظام يعني استشهدت زوجته واثنين من طفليه طفلين الطفلين بنتين عمر واحد اربع سنوات والثاني سنتين يعني وفي كثير من الاطباء والتمريض وهم بيعملوا قسم الطوارئ يعني كانوا لما عندما ياتوا الجرح يتفاجئوا انه هذه زوجته وهذا ابوه وهذا امه وهذا اخوه وهذا اخته احنا فقدنا من الطاقم الطبي ما يقارب من 200 شخص الى الان طبعا هذا بيأثر طبعا على نفسيات العاملين في القطاع في الصحي لكن احنا دائما انا بقى كمدير مستشفى بكون معهم بكون الى جانبهم ايه في النهاية احنا بشر عنا حسيسنا عنا مشاعرنا عنا ابانا عنا امهاتنا عنا اطفالنا بنحس بنتعب انا بكثير من الاحيان بمر على الطاقم الطبي بالليل بلاقيه جالس لوحده بيبكي بما ما بده حد يشوفه بيبكي عشان ما يأثر على نفسية الاخرين فبقول له مالك تبكي بيقول لي بدي بد بد افرغ من عندي لانه انا عندي يعني انفجرت فلازم افرغ لازم ابكي. فبا يعني وضع صعب صراحه باثر اكيد باثر يعني اوضاع صعبه لم نعهدها في لا من قبل ولا عهدناها ولا كانت في خلدنا في يوم من الايام ان يتم هذا التدمير وهذا القتل وهذا حتى يعني الجرحى والجثث اللي تاتيني يعني تاتينا مناظر مؤلمه صراحه. يعني اطفال مقطع رؤوسهم اشلاء رؤيه بأيديهم نساء حوامل تبخر بطونهم نعمل عمليه قيصريه لامراه حامل في قسم الطوارئ حتى ننقذ الجنين ولدينا خمسه الان من الاطفال في الحضانه توفيت امهاتهم بهذه الطريقه وضع صعب على الطاقم الطبيه لكن ليس امامنا خيار الا ان نعمل حتى ننقذ جرحانا ومرضى Well, Doctor, uh, we as you know, we are here in the United States of America. And I guess my final question for you is just whether you have any final words or final messages for our audience, especially those who are watching in the in the US. <laughs> انا لا اعتقد ان اي انسان في العالم الان لا يعرف ما يجري في قطاع غزه رغم يعني من الناحيه الانسانيه من الناحية العدم من الفقر من الجوع من العطش من عدم الموت بموت اعداد الشهداء والجرحى يعني معظم القتلى من الاطفال والنساء هي رساله انسانيه نقول كفى لهذا الظلم كفى لهذا القتل نريد ان ينتهي هذا القتل نريد ان ينتهي هذا العدوان نريد ان ينتهي تنتهي هذه الحرب الان قبل كل شيء وبعدها نريد ادخال المستلزمات الطبيه والادويه والماء والغذاء للاطفال وللنساء وللجرحى ايضا نريد ان العالم يعني, يعني يجب ان نسمع صوت العالم 35 يوم والعالم لم يحرك ساكنا لم يدخل لنا يعني لتر واحد من الماء لم يدخل لنا لتر واحد من السولار او الوقود لم يدخل لنا يعني مشتركات طبيه او خبز حتى نداوي المرض يعني هذا ظلم كبير لم يحدث لا في حرب عالميه اولى ولا في حرب عالميه ثانيه ولا حتى في البوسنا والهرسك ولا في مجازر الهولوكوست ولا في اي مكان الان نحن نرى الجرح يموت امام اعيننا ولا نستطيع تقديم الخدمه هي رساله انسانيه رساله الانسانيه للعالم كله ونخص الولايات المتحده الامريكيه بان يضغطوا على حكوماتهم ويضغطوا على الكل في العالم حتى ايقاف هذا القتل وادخال المستهلكات الطبيه والمواد الانسانيه حتى نستمر في العياء اهلنا في قطاع غزه اهل يحب, يحب السلام، يحبوا العيش، لا يريدوا حروب، لا يريدوا قتل، هي رساله سلام ومحبه وانسانيه للعالم، نحن نريد ان نعيش بسلام في هذه الارض، لا نريد ان نهجر كما هجرنا في 48، لكن نريد ان نعيش بسلام وبحريه كما باقي العالم.